اسمي يونس، كنت كوم سلا، عندي 23 سنة. المهنة ديالي أفلام قصيرة. كنت بغيت نوصل واحد الميساج زويون للناس الشباب، كيفاش زعما الفيديوهات كيفاش يتخدموا، ولا بغيتي دير شي افلام دير شي محتوى زوين باش ما تندمش على من هنا لقدام ان شاء الله. بديت مع ياسين نيرو، وما كانش عندي لاشين، كنت غير كنعاونو كنصور ليه. من بعد تبدلت النظره خايبه بالنسبه ل، ما كنتش نعرف هذاك النهار بانه يخوي بيا، ولقيت راسي بانني عندي صعوبات بزاف باش نقدر نكمل في هذا الميدان. والحمد لله على كل حال، من بعد تعرفت على ناس جداد وبديت كنخدم. خدمت مع مهدي بونو، خدمت مع بالمختار، تنشكرو بزاف حتى هو مهدي حتى هو. خدمت مع ميزوك سبايدي، هو اول واحد عاوني باش كملت في هذا الشيء ديال اليوتيوب. كنشكر صالح صالح حتى هو خدمت معاه، وكنشكر كاع الناس كاملين كيديروا افلام قصيره. الله يسهل على اي واحد. مشكل مع النيرو اي واحد تيقولها، ماشي غير انا بوحدي. انا هذاك السيد التعامل ديالو ما دارش زوين صراحه. اي واحد تيخدم معاه تيقولها، انه تيضرب على راسه، ما كيفكرش في الشباب الاخرين اللي خدامين معاه. هادشي اللي كان. ياسين النيرو كنت تلاقيتو اول مره في حي معه، وكنت حكيت معاه النظره، هضرت معاه قلت لي ما بغيت نخدم معاك في هادشي ديال التصوير. قال لي مرحبا. كان ديك الساعة كنت تنشد الكاميرا وكنت نعرف نصور، اصلا قريت على هادشي ديال الفوتوغرافي، قريت عليه. وفي الاول اول فيديو كان عجبو التصوير ديالي، وبقيت خدام معاه بحال هكا. من بعد بقيت في لقيت مشاكل معاه بزاف، حيت هو كيضرب على راسو هو بوحدو، كيبغي يخدم على راسو هو بوحدو. ملي كيكون عندك شي فيديو انت فلاشين ديالك ولا شي حاجة، مكيتعاونش معاه، فهمتيني؟ بانه كيدير يشوف منك غير غلط واحد، يقدر واخا دوز معاه 3 سنين ولا 4 سنين في الخدمه ديال التصوير ما يعقلش عليك. هو صراحه كيخدم، هو عنده تيخدم مزيان صراحه. هو بالنسبه لماشي انا بوحدي اللي لقيت معاه المشاكل، حتى الناس ديال الجروب اللي كانوا معاه ما بقاوش معاه. منهم بزاف ديال الدراري اللي شفتو في الاول اللي كانوا تيصوروا معاه ما بقاوش، بانه حيت كون كان واحد ولا جوج دايرين الغلط ما يمكنش يخرجوا 10 ولا 6 ولا 7 من الكرو كامل، هادو كلهم دايرين الغلط ما يمكنش، حيت الديفو منه هو. كنت تقريبا كل 15 يوم كتلوح. حاليا باقي شي حاجه جديده ان شاء الله من هنا قدام، وكنتقاتلوا وكنصوروا شي حاجه اللي زوينه، ونوصلوا الشباب ميساج هاد الحاجه ما ديروهاش، وهاد الحاجه علاش السبب ديالها شنو المشكل. وكنوضح للشباب اللي يلا طالعين دابا كيديروا افلام قصيره، يديروا شي محتوى زوينه باش ما ندموش عليها من هنا القدام ان شاء الله. تقريبا دابا انا ضيعت في الدومين هذا 3 سنين وخدام في هذا الشيء، وكنت خدمت معاه هو غير تقريبا شي 4 شهور. التعامل ما كان هو التعامل هو في النظره ديالو كيعطيك وجه، ومي في النظره الثانيه كيعطيك من تعطيك هضره من الظهر، فهمتيني؟ بانه ما كيبغيش يبين لك بانه انت راه ما باغيكش تكمل معاه، وهادشي اللي كاين. هو هكاك بالنسبه لخليقه الله، هو هكاك في وجهه. هو بالنسبه صراحه هو مزيان التعامل ديالو، يتعامل معك هادي، ولكن في الخدمه بالنسبه للتصوير وهادشي ما كي بحال بانه ما كي يقدر تضرب مع فيلم واحد ولا جوج يصدرك. بزاف الناس اللي دخلتي تشوف الفيديوهات الاواخر ما تلقاش دوك الناس اللي كانوا معاه قبل، هما حاليا باقيين معاه. كندوزو حتى شي 5 سوايع بحال هكاك، 4 سوايع على حسب البلوات اللي كنصور. تقريبا فيلم كيدير لنا يومين 3 ايام على حسب السيناريو. لا كان اصلا ديما تيقاني في جنبه، وكاع كنا ديما تنخدموا معاه زوين مزيانين، فهمتيني؟ ما عمرنا شفنا منه شي عيب في الاول. حتى الاواخر بدات الشهره، بدا الفلوس يخرجوا ليه، حتى بدا كيكفح في بنادم. هو كيربح، مي كيكذب عليك كذاب يقول لك في يوتيوب ما فيهاش فلوس. هو بالنسبه لي كيدخل مليون ولا 500 كا ولا 700 كا، راه كيربح في اليوتيوب، تيربح الفلوس، ما تيبغيش يبين لك. هو ما عمرو قال لي شحال كيربح ولا شي حاجه، كيبينش لك. انا
باقي حاليا باقي ما عنديش شي حاجه، باقي كنخدم، باقي كنزيد نخدم على لاشين ديالي، حيت ما بقاش لي وقف معايا. دوك اللي وقفتش معاهم كلهم غادرون، ما بقاش لي وقف معايا بحال اللي كنت انا كنت نوقف معاهم. ولكن حاليا بقيت بالنسبه للناس قلال تعاونوا معايا ووقفوا معايا، ومنهم با المختار تنشكرو بزاف، ومنهم مهدي بونو، ومنهم ميزوكس فايدي، حمزه فايدي تحياتي ليه. هذاك الانسان هو اللي دعمني وخلاني باش نزيد نكمل، باش نزيد نكمل. كنشكر صالح الصالحي واشرف الدويس تاعو. هي كانت دخلت تقريبا شي اكثر من نص مليون، بحال تيدخل شي نص مليون بحال هكاك، ويقدر يكون حتى اكثر، حيت الفيديو ديالو كيضرب مليون جوج المليون، والناس بزاف اللي كتفرج فيه. يعني في الفيديو واحد، هي غيكون فيديو واحد تيدخل فلوس. شو كيبان لك انت؟ شي باينه مليوش. انا هو خدام، لا خدام على راسه، ولكن الحاجه اللي ضرب فيها البوزه مليوش. هذيك لاشين ما كانتش ديالها هي، لاشين كانت ديال فاميليا، ديال الجروب كامل. ومن بعد ملي تكفح الجروب صافي، ملي دار معايا علاقه وهادي صافي سمى لها لاشين ديالها. صراحه ما متبعهاش، ولكن حتى هي تكون تدخل، ولكن ماشي بحال النايره، ماشي نكال الخير، لانه يقدر ما تقدر مي غدرك، فهمتيني؟ ماشي نكال الخير، وكلك يشربك اي حاجه، ولكن بالنسبه لهاد، بالنسبه لمي دار الشهره ودار الفلوس، انه يقدر فهمتيني يكفحك، ما تلقاش منه شي حاجه زوينه. هو كيما كفحني انا يقدر يكفح بزاف ديال الناس، واصلا كفح بزاف ديال الناس هو، حيت هو بانه كيسهروا معاه كيمونطيو ليه، نسى خير ونسى بزاف ديال الناس كانوا خدموا معاه. وملي دابا حس براسو دا الفلوس، شرا كاميرا، شرا هاد المطريان، ولا مابقاش يبان ليه بنان، فهمتيني؟ بزاف نكر الخير ديال بزاف ديال الناس. كيفاش بغا يشيني حتى انا ما يكفحني؟ غير بسيط، راه اي واحد خدام معاه كفحه. اي كان تحتاج مطاريه، ما كانش عنده فلوس، كان تحتاج مطاريه، وكان واحد الدري والحومه حتى هو كان تيخلي خدمته كيهبط عنه. ودابا دابا ما بقاش، حيت انه كفحو حتى هو وكفحني انا وكفح بزاف ديال الناس، تبدل بزاف صراحه، ما بقاش كما كان. انا واحد الوجه، واحد الهضره، واحد انا ولات تكبر. واي واحد خصو يتواضع بان اليوتيوب حنا دايرينها هوايه، ما دايريناش على اساس فلوس ولا اساس شهره. انا كنوصل واحد الميساج، عاجبنا هذا الفن هذا، كنبغي نوصل واحد الميساج للشباب، وشنو يديروا وشنو ما يديروش، والناس اللي كيتفرجوا فينا كيشجعونا على قبلهم باش كنلوحوا هادشي. ما بقيتش مع قطعش مع العلاقه هادي شي. بالنسبه للناس اللي كيوقفوا معاك واللي كيسهروا معاك واللي كيموتوا معاك في الخدمه، ما عمرك تسمح فيهم، حيت ما تلقاش شي ناس واحد اخرين بحالهم. عرفني على لاشين ديالك. لاشين ديالي سميتها يونس تي في، عندي محتوى افلام زوينه قصيره، افلام قصيره. وبالنسبه لدابا ليكيب اللي معايا، كاين معايا بر مختار، ايوب، ايمان، ابتسام، حمزه المصور ديالي، بزاف ديال الناس، اشراق، حسنة، بزاف ديال الدراري. دخلوا معايا دراري جداد، وباقي ان شاء الله شي حاجه من هنا قدام ان شاء الله، شي حاجه غتكون زوينه، وحتى التصوير واخراج وداك الشيء غيكون شي حاجه احسن من الاول. بالنسبه اللي بغى يبحث على الشين ديالك، شنو يكتب في اليوتيوب؟ يدير يونس تي في. لا قول بالنسبه اللي بغى يتفرج فيا يدخل لاشين يوتيوب يونس تي في. ومرحبا بكم، عبر راسك يلا. اللي بغى يتفرج في لاشين ديالي يونس تي في، مرحبا بكم، دخلوا عندي تابونا وشجعوني الجارات، وديما كنوصل واحد الميساج زويون، وديما كنديروا على قبلكم، كندير افلام زوينين وكنسهر عليهم ليل ونهار باش نوصل لكم واحد المحتوى زوين. تقريبا عامين تنهضرش انا وياه، ما بيناتنا انا وياه حدود، ما الله يسهل عليه هو، الله يسهل. بغي نقول لهم كملوا، الله يسهل على اي واحد، واللي كيدير الخير تيلقاه، هادشي اللي كاين. انت ما بغيت حتى شي واحد ما يوقف على
ما يتحطمش فهمتيني، ايوا ما يسمعش الهضره ديال الناس ولا شحال، يسمع الراس ويكمل في الميدان ما عمره يوقف. بالنسبه للناس اللي كيوقفوا معاك واللي كيسهروا معاك واللي كيمشوا معاك في الخدمه، ما عمرك تسمح فيهم حيت ما تلقاش شي ناس وحداخرين بحالهم. لاشين ديالي سميتها يونس تي في، عندي محتوى افلام زوينه قصيره، افلام قصيره. وبالنسبه لدابا ليكيب اللي معايا، كاين معايا بار مختار، ايوب، ايمان، ابتسام، حمزه، مصور ديالي، بزاف ديال الناس، اشراق، حسنه، بزاف ديال الدراري. دخلوا معايا دراري جداد، وباقي ان شاء الله شي حاجه من هنا القدام ان شاء الله، شي حاجه غتكون زوينه، وحتى التصوير والاخراج وداك الشيء غيكون شي حاجه احسن من الاول. اللي بغى يتفرج في لاشين ديالي يونس تي في، مرحبا بكم، دخلوا عندي تابونا وشجعوني الجارات، وديما كنوصل واحد الميساج زويون، وديما كنديروا له على قبلكم، كندير افلام زوينين وكنسهر عليهم ليل ونهار باش نوصل لكم واحد المحتوى زوين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.